الأزمات وطرح التساؤلات باتت تلاحق تويتر منذ أن أصبح إيلون ماسك مالكه، فتسريح جزء كبير من العاملين به لا يزال في دائرة الضوء. والتحرك الجديد ضده تقوده لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتقار المدني الأمريكي وتعزيز حماية المستهلك، حيث طلبت من تويتر تسليم الاتصالات الداخلية المتعلقة بماسك، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن تسريح الموظفين، إضافة إلى أنها طلبت حساباً مفصلاً عن مسؤوليات المديرين التنفيذيين الجدد، بما في ذلك من سيشرف على الأمور المتعلقة بالخصوصية والأمن بحسب وول ستريت جورنال. كما شملت مطالب لجنة التجارة بيانات جميع الصحفيين الذين حصلوا على إمكانية الوصول إلى سجلات الشركة وتقديم معلومات حول إطلاق خدمة الاشتراك الزرقاء. والدافع من وراء هذا التحرك هو المخاوف من أن تخفيضات الموظفين قد تعرض قدرة الشركة على حماية المستخدمين للخطر. وفي حال توصلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن تويتر ارتكب مخالفات عام 2022، فقد تسعى إلى فرض عقوبات مالية أو قيود على الأعمال التجارية أو عقوبات على المديرين التنفيذيين المسؤولين، وسط ترجيحات أخرى أن تطلب عزل ماسك من منصبه. وفي وجه التحقيقات الجارية، أكد ماسك في وقت سابق أن تويتر كان سيعلن إفلاسه في غضون أشهر إن لم يتخذ خطوات خفض التكليف، حيث خفض عدد الموظفين من 8000 إلى 2000 موظف.